السلام عليكم صحباتي خوتي، كراكو دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير الحمد لله. اليوم جيناكم بفيديو جديد. اليوم غادي نطيب معاكم هذا السفرجل. المهم مريقه ديال السفرجل باللحم، ياك؟ دابا انا عندي السفرجل هنا، راني نقيته هاني نزيد نعاودها مع صحباتي هكا باش تشوفوها. المهم قسمناه، تبارك الله كلشي غادي تعرفوا تديروه. دابا هذا كنقلعوا له، هو شويه قاصح من داك ويديكو، كنقلعوا له هذيك هكا. انا كلشي وجدته، بغيت نخلي قدام اخوتي وصحاباتي باش نوريكم. ها هي انا كندير له واحد، المهم الا كانت عندنا هنا شي حاجه كي هكا ولا كنحيدوها. هنايا كندير له انا هذه هكا باش من بعد كيدخلوا لميجينا الصامت هكا. ها هي هذه مع خواتاتها. المهم عندنا هذا هنايا، غادي انا راني دايره الماء يطيب، غادي نديروه يتسلق شويه في الماء والملح وشويه ديال القرفه وواحد المعلقه ديال السكر في الماء يتسلق. هاني نديرو ونرجع مع صحاباتي. ودابا البنات حنا درنا الماء ديالنا كيطيب، دابا ها هو السفرجل ديالنا غادي نحطوه هنايا في الماء. بسم الله كيما هكا نحطوه كامل يتسلق لنا. من بعد هنايا انا غادي من بعد نخوي كلشي، غادي هنايا ندير طريف ديال الملح ها هو باش ما يجينا الصامت. ندير هذه القرفه، هاي القرفه هنايا، ندير واحد المعلقه ديال السكر هاي. انا غادي دابا نخوي كلشي داك السفرجل ديالنا هنايا حتى المهم كيقرب يطيب ونرجع مع صحاباتي. دابا غادي نبدا نخويه هاد الشيء اللي كاين، عاد نمشيو نديرو نصبو اللحم ديالنا. ودابا البنات هاني رجعت معاكم اخوتي. دابا هذاك السفرجل ديالنا حنا درناه كيتسلق، ودابا عندي هنايا اللحم ها هو هنايا، وعندي هنايا ما فيش هذا العطريه بزاف، عندي سكنجبير ها هو، والخرقوم والقرفه والفلفل الكحل والملح. عندي هنايا واحد ثلاثه ديال البصلات كبار نيت ها هما، وعندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، وعندي الزيت ما غاديش نديرو كله، وعندي هنايا واحد المعلقه ديال هذا ديال المعدنوس. هي في الحقيقه يعني كديري كسميتو كيكون ربطه، يعني كتكون عندك ما يكونش عندك مقطع، كتحطها غير الفوق ديال اللحم. وانايا حتى جيت ندير وما لقيت شي حيط، دائما كنقطعو لقيت غير هذا، غادي نديرو معلقه. نتوما مره اخرى يعني هزو طريف ديال القزبر ولا معدنوس يكون ربطه وحطوه فوق داك اللحم ديالكم. وها حنا هانتوما ترجعوا معايا اخوتي وصحباتي، غادي دابا نرجع نصبو وهانتوما معانا. دابا البنات حنا درنا اللحيمه ديالنا هنايا في الكوكوط، غادي هاد البصله هادي غادي ندير غير النص دابا ها هو. بسم الله نخليو هاد ندير غير الملح ها هو غير الملح. كيما العادة خوتي هاهي نديرو الزيت مدرتوش كامل صافي. دابا غادي نخليوها شوية على غير هاد الخبزة ديالنا. بسم الله نخلى غير شوية هادي ونخويو عليها عاود الشيء الآخر. نرجع مع خوتي. وهذا البنات ها هو السفرجل ديالنا ها هو يطيب، تبارك الله واحد الريحه ديال داك السفرجل والقرفه شحال زوينه. ها هو نخليوه يطيب ونرجعوا معاكم.
ودابا البنات حنا ها هو اللحم ديالنا ها هو كيتقلى مزيان مزيان. دابا غادي نزيدو فيه البصله ديالنا ها هي ديالنا. هو الفرن كله اللي قلت لكم راه فيه القرفه بكلشي، نتوما الا عندكم القرفه مطحونه ديروها، انا ما الصراحه ما طحيتهاش. دابا غادي نزيدو هاد المعلقه ديال الزبده راهي باه صغيره ايوا هاد المرحله هادي انا ما كنخليش الفرن ما غاديش نخليها دابا غادي نخوي بسم الله نديرو الماء غير على حساب هاد لاخر باش يطيب لنا هاد المريقة باش طيب. كي هكا في بالي نزيد الماء شوية غادي نزيد واحد الطريف ديال الماء وغادي نحك واحد شويه ديال الزعفران الحر حتى هو نزيدو هنايا وإلا عندكم المسكه الحره ديروا واحد واحد طريف وإلا ما عندكوش معليش هي داكشي كتبقى لا عندكم ديروها ما عندكوش معليش كي قال سوريا صافي دابا غادي نسد على هذا يطيب نزيد عليه شويه ديال هذا الزعفران الحر ونرجع معاكم دابا نسدو عليه يطيب صافي هذه هي صافي ودابا البنات ها هو السفرج ديالنا طاب ها هو ما خليناش يطيب بزاف حيت غادي نعاودو نغسلو ها هو غير انايا بغيت نديرو قدام خوتي قدام خوتي وصحاباتي ها هو بسم الله دابا ها هو سخون دابا نحيدو هنايا هما البنات الا بغيتو مثلا بحال دابا هذا بغيتو ديرو في الكونخيلا بحال كي هكا كتسلقوه كيما هكا وتسطفوه كي هكا في واحد الطبيسي وديرو كي هكا في الكونخيلا يعني في هاد الطبسي مثلا غير شويه يشد راسو وصافي وديرو في الكونخيلا ويطيب منين تبغيو تجبدوه تجبدوه كتلقاوه موجود يعني كطيبو اللحيمه ديالكم وكتديرو هذا كيكون موجود ايوا هادشي اللي كاين ها هو غادي نحيدو كلشي نرجع عاد ندير الزبده والسكر ونرجع مع صحاباتي تبارك الله ديك الريحه ديال القرفه والفرجه كتكون زوينه ها قدروا هكا كيكون عندكم الفرج بزاف غير ديرو ديرو له هاد الطريقه هادي وديرو في الكونخيلا وخليوه فوق ما بغيتو ديرو كتلقاو موجود ها ايوا صافي نحيدو ونرجع مع الخوت دابا البنات حنا درنا هادي المقله ديالنا تسخن دابا السفرج ديالنا ها هو ها هو دار يعني مسلوق دابا هنايا درنا هادي المقله درنا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده ناقصو عليها باش ما تحرقناش الزبده غادي ندير واحد المعلقه ديال السكر هو السكر كل واحد على حسابه يعني كاين اللي كيدير اكثر من معلقه يعني كاين اللي يبغيه يكون حلو بزاف كيدير اكثر من معلقه انا ندير غير معلقه باش نديرو معسل بزاف ها هي معلقه كبيره هو السكر كيبقى على حسابكم نتوما يعني كل اللي يبغي الحلاوه يكثر واللي ما يبغيش ما يديرش بزاف ها هي هذه هنايا ذوبوا هذه الزبده درنا واحد جوج ديال هذا ديال القرفه جوج ديال العنايد ديال القرفه دابا البنات انايا ما عنديش القرفه يعني غير العمايد ما غاديش تجي عندك سوري غادي ندير واحد الطريف ديال هذا ديال فاني غادي ندير واحد الطريف
شفتها هذيك الريحه زوينه. صافي ودابا غادي نحطو هذا ديالنا الصفرجد باش يتحمر، نحطو كي هكا باش يتعسل. صافي نخلو ليه يتعسل ونرجع مع صحاباتي. هاهو هاكا كملنا البطن ديالو كامل، كيتعسلنا في هاد الكراميل هذا، كيجي زوين هو. من هاكا هاد الزبدة هاني قلت لكم اللي بغي يدير السكر يزيد، خاطر انا مغاديش ندير السكر بزاف، متحتاجش تزيد السكر. صافي دابا غادي نغطي عليه حتى يتحمر ونرجع مع خوتي. دابا البنات ها هي هذا اللحم ديالنا طاب، ها هي المرقه ديالنا طابت، ها هي كتجي عاقده، ها هي طابتنا هبطت، ها هي المرقه هاد الحيمه والشفار. صافي دابا غادي نطفو على هادي، نطفو المرقه ديالنا ونرجعو نعسلو هداك لاكوريل معاك. دابا البنات هزيت الطريف ديال المرقة ديالنا كيما هكا، غادي نخويو على هادشي هكا باش يجينا الكو ديال المرقة بحال بحال كيما هكا. حاولوا ما تهزوش ديك البصلة وهذا، حاولوا تهزو غير ديك المرقة غير الزويته ديال الفوق، تهزوها باش تزيد حتى هي تعسل مع هذاك هكا. من هكا صافي دابا غادي هذا نخليها خليه يتعسل وصافي نرجع معاك. دابا ها هي كنا درنا يتعسل، دابا عاد غادي نبقاو نطيبو كيما هكا، لي ما بغيتش نديرو حتى نديرو قدام صحاباتي بلا سخون. هادشي هاهو كيتعسل بحال الكراميل، هما كانو جايين ضياف ولا الواحد، شوف هادي كتولي كراميل ديال الفوق. هاكا كون جايين عندكم ضياف ولا تبغيو نتوما شي بحال ديروهم، المهم ديروهم اللي يكون تما. إذا كنت جبت البلاد شوية على ديك المرقة تاع الكلاية المرقة نبدلو شوية. دابا كي كديرو لها التعسيلة هاكا يعني ما كيجيش حامض، كاين بزاف بحال أنا دابا بناتي ما كياكلوش، يعني كي كيكون مثلا غير الخضرة وكذا ما كيبغيوش، بصح كي كنديرو لها هاد الكراميل هاكا كيجي زوين. هاي شوف التفت كتبقى ديك الكراميل هاكا. جربوا ان شاء الله حتى نتوما. ايوا صافي درت هنايا طريف ديال اللوز، اللوز زعما كل واحد كيما اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بقاش ما يديروش، درتو باش نرافقو معاه. صافي ها اليوم كيتعسل غير بشويه، البوطه كتكون ناقصه كيتعسل على خاطره هاكا. إيوا صافي ها هما دابا غادي شويه، المهم يتعسل ونحطو هاكا، غادي نغطيو ونعاود باش يتعسل خاطر.
ها هو البنات، ها هو الغداء ديالنا طاب، ها هو السفرجل ديالنا طاب، تبارك الله جا زوين. نتمنى ان شاء الله يا ربي تجربوه، جا زوين حتى هو طيب مخير كاع. ولاصوص ديالنا ها هي عاقده كتجي كي هكا، ما يجيش فيها اوه تلفت ليه، ما يجيش فيها الروه بزاف كيما هكا. ونتمنى ان شاء الله يا ربي حتى نتوما ديروه تجربوه وتردوا علينا. وشكرا بزاف، والله يخطيكو والله ينصركو والله يحفظكو، وتبارك الله على خوتي وصحاباتي الله يحفظكو. وما تنساوش ديروا لنا جيم، وما تنساوش ديروا لنا الكومونتير، وشكرا بزاف بزاف الله يحفظكو. شرحي لي حتى